الذكرى 57 لانبعاث قوات الأمن الوطني، وزير الداخلية يقر إرساء قوانين جديدة للارتقاء بالمنظومة الأمنية. مؤتمر استثنائي للاتحاد العام للفلاحين الزراعيين العرب. عالميا عشرات الجرحى وقتلى في انفجار تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. مشاهدي قناة حنا بعل، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية. بمناسبة أحياء الذكرى 57 لانبعاث قوات الأمن الوطني، قام وزير الداخلية لطفي بن جدو ووزير العدل نذير بن عمو وثلة من الشخصيات الرسمية اليوم بالاحتفاء بهذه المناسبة تحت شعار الأمن الجمهوري المحايد دعامة للاستقرار ورافض للاستثمار. أنيسة الحجري، محمد علي بوليلا. تمت صباح اليوم بالعاصمة فعاليات إحياء الذكرى 57 لانبعاث قوات الأمن الوطني تحت شعار الأمن الجمهوري المحايد دعم للاستقرار ورافض للاستثمار، بحضور وزير الداخلية لطفي بن جدو ووزير العدل نذير بن عمو ومجموعة من الشخصيات الرسمية، حيث تم تكريم مجموعة من الأمنيين وترقيتهم، وهذا في إطار تحفيز رجال الأمن. احنا كاتحاد وطن نقابات قوات الأمن التونسي سررنا عند دخولنا إلى المقر هنا وزارة الداخلية، ورينا العنوان وانتم كلكم ريتوه، أمن جمهوري محايد هو دعامة الاستقرار ورفض الاستثمار. شيء يفرح أنه صوت إشراف تتفاعل إيجابيا مع مطالب النقابيين الأمنيين، لأن احنا هدفنا هو مصحة الوطنية قبل كل شيء. نريد أن يكون أمن محايد في خدمة الوطن وولاؤنا للمواطن، نخدم المواطن. هالعنوان هذا نعتز به، وإن شاء الله بتضافر الجهود وتفاهم صوت إشراف المطالب النقابيين الأمنية اللي هي مطالبها واضحة، أمن جمهوري وإصلاح المنظومة الأمنية، إن شاء الله نوصلوا باش نحققوا المطلب هذا، وخاصة أنه بلادنا قاعدة تمر بفترة حساسة وهي في حاجة الأمن، سياحة، تشغيل، اقتصاد، استثمار، هم في حاجة للأمن، ونحن سنكون بحول الله في مستوى هذه المسؤولية. هذا واجب وطني قبل كل شيء، وليس مزايدات فارغة من هنا وهناك. نحن هدفنا هو خدمة هذا الوطن. هذا وقد أكد السيد لطفي بن جدو على أنه تم عرض 3 مشاريع قوانين على المجلس الوزاري تتعلق بالأساس بحوادث الشغل وطريقة حماية المقرات والمعدات الأمنية وكيفية تدخل عون الأمن. رجل الأمن غير مؤمن أثناء حوادث شغل وأمراض المهنية. يخص التجمهر السلمي وكيفية تدخل رجل الأمن بطريقة معينة يراعى فيها التدرج في استعمال القوة. والثالث يخص حماية المقرات والمعدات الأمنية. ثم تناولنا منحة الخطر والزيادة فيها، وإن شاء الله الثلاثة قوانين هذه ومنحة الخطر ستكون موضوع مجالس وزارية مضيقة في المستقبل إن شاء الله. تفاعلت نقابات الأمن الوطني إيجابا مع قرارات المجلس الوزاري لفائدة قوات الأمن الداخلي، فيما طالب كاتب عام نقابة موظف الإدارة العامة لوحدات التدخل بالتسريع في النظر في عدد من مشاريع هذه القوانين. ومن جهته طالب كاتب عام اتحاد نقابات قوات الأمن بالترفيع في مبلغ منحة الخطر، واعتبارها غير كافية ولا تتماشى مع المخاطر التي يتعرض لها أعوان الأمن. من جهة أخرى، أكد وزير الصناعة مهدي جمعة لدى اختتامه ندوة المديرين الجهويين لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، أكد أن أكثر من 15,000 موطن شغل بالحوض المنجمي أصبحت مهددة نتيجة تواتر الاعتصامات. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. أفاد مهدي جمعة وزير الصناعة أن نسبة نمو نوايا الاستثمار في مناطق التنمية الجهوية بلغت خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية 57%، وهي نسبة مشجعة، لكن الرفع من نسق الاستثمار بكامل أرجاء البلاد يبقى من أهم التحديات، معتبرا أن الوزارة حرصت خلال الفترة الأخيرة على إعادة الثقة إلى رجال الأعمال والمؤسسات قصد تنشيط الحركة الاقتصادية. وقال وزير الصناعة إن بعض المؤسسات العمومية والخاصة في الجهات تواجه إشكاليات تهدد مواصلة نشاطها وديمومتها نتيجة الاعتصامات المتتالية، ومشيرا في هذا الإطار إلى الوضع الصعب الذي أصبحت عليه شركة فوسفات جفصة والمجمع الكيميائي
وأعلن أن إنتاج الفوسفات لم يتجاوز خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية نسبة 20% من طاقة الإنتاج، مضيفا أن أكثر من 15,000 موطن شغل أصبحت مهددة بالحوض المنجمي إذا استمر الحال على ما عليه. وثمن في نفس الإطار الجهود المبذولة حاليا من طرف المجتمع المدني للخروج من الأزمة الحالية، معربا عن ثقته في هذه المجهودات وعن تحمس أبناء الجهة لتمكين الشركة من استرجاع نشاطها وإشعاعها. أكد رئيس الحكومة المؤقت علي العريض خلال افتتاحه لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس المركزي والمؤتمر الاستثنائي للاتحاد الزراعي على أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي بين الدول العربية. عبد المجيد الغندور، ملاك بن عبيد. دورة استثنائية للمجلس المركزي والمؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للفلاحين والتعاونين الزراعيين العرب لنقل مقر الاتحاد من دمشق إلى تونس. نتمنى من الأخوة المشتركين في هذا المؤتمر أن يوافقوا على نقل المؤتمر إلى تونس وإلى نقل الأمانة العامة إليها أيضا. نعمل جهد على أساس تقوية الاتحاد الفلاحين العرب فيما يتعلق بالانتخاب نتاع الأمانة العامة، ثم كذلك بنقل المقر إلى تونس بإذن الله. الدورة الاستثنائية للاتحاد العام للفلاحين والزراعيين العرب كانت بحضور جل الدول العربية، أشرف عليها رئيس الحكومة علي العريض، ودعوة مرة أخرى لتوافق عربي حول الكثير من المجالات والإشكاليات التي تتطلب حلولا سريعة، لعل أهمها تحقيق الأمن الغذائي بين الدول العربية. احنا عندنا عشرات السنين نحكي على الأمن الغذائي العربي، جاء الوقت أن نقدم فيه خطوات، ولكن خطوات عملية مش فقط كلمات. أنا أقول أنه جي في تونس، تونس بلد الحرية الآن، هو المكان اللي يقدروا الفلاحة واتحاد الفلاحين يخطوا بدون أي ضغط سياسي من أي نظام سياسي. نهوض بالقطاع الفلاحي وتحسين دخل الفلاحين وتوفير الأمن الغذائي المنشود في البلدان العربية. هدفنا الاكتفاء الذاتي، هدفنا جميعا للأمة العربية والاتحاد المغرب العربي بشكل عام. مرة أخرى شدد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أحمد حنيدر جرالة على صعوبة الوضع الفلاحي هذه السنة، والذي سينعكس سلبيا على أمننا الغذائي في بعض المنتجات الفلاحية. وضعية صعبة جدا، نحذر ونلفت الانتباه إليها منذ الآن حتى يتم تفادي عديد الأمور التي لديها ارتباط مباشر خاصة بالأعلاف والتربية الماشية، وهناك قطاعات أخرى أيضا تتطلب العناية والحذر منذ الآن، خاصة أنه نسبة الأمطار ضعيفة جدا هذه السنة في تونس. في المقابل وأمام الارتفاع اللامعقول في أسعار المنتجات الفلاحية وخاصة اللحوم، أكد وزير الفلاحة محمد بن سلمة أن هذه الأسعار سوف تشهد انخفاضا خلال الأيام القادمة وستراعي المقدرة الشرائية للمواطن. أنا انبشر المواطن أن البطاطا من اليوم غدوة أكيد سعرها باش يهبط، هذا واحد. اثنين، بقية الخضر هي أصلا أقل من السنة الماضية، لحم الدجاج أقل من التكلفة وأقل من السنة الماضية، لحم اللحوم الحمراء صحيح هي أغلى من السنة الماضية، ولكن باش يقع تحديدها في يوم ولا يومين، والحكومة مش تحرص على تطبيق التحديد اللي تقرر إن شاء الله. قام اليوم مجموعة من الطلبة بوقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي احتجاجا على القوانين الجديدة التي تم سنها في المنظومة العلمية التي تهم اختصاصاتهم المختلفة، خاصة حرمانهم من القيام بتربصات تزيدهم في كسب المعرفة والخبرة. أنيسة الحجري، محمد علي بوليلا. قام صباح اليوم مجموعة من الطلبة التونسيين بوقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي احتجاجا على قوانين جديدة تم سنها في المنظومة العلمية التي تخص شهائدهم، خاصة حرمانهم من فترات التربص التي كانوا يتمتعون بها خلال السنوات الفارطة ومنعهم من مباشرة مهنة التعليم ما لم يكملوا بحوثهم، وهذا أمر غير منطقي على حسب قولهم. احنا نوصم لزيليت، معناها ما دام عملنا ماستر دو ريشيرش، ما دام احنا معناها اونيتي سيليكسيوني
وعملنا اون فورماسيون سواء ال ام دي ولا ميتريز ولا اون لي ليدر نتاع البلاد. يجيو بشويه بشويه يعملوا لنا لامور سيريبرال، يبداو بلانولاسيون دو ريكروتمون دي نوفو كونتراكتويل، الوغ كو فما بلوزيور فاكولتي قاعدين يدخلوا توا سواء فاكاتير والا يدخلوا معناها دي كريتير دو سيليكسيون ماهيش واضحه. بالنسبه للاسيستانا نحكي لو بوين هذي لي بوين بيداغوجيك احنا محرومين منها، احنا ابار لونسينيمون كل شيء معناتها ابار الحقوق معناتها اللي نطالبوا فيها معناتها بالسوايع وبالفاكاتير وباللي كونترا نتاعنا استرداد تعاقد مع الجامعات وكل شيء لازمنا نكون شرشر وموا واحد ما يرقاش ولا يبداو لي بوست معبين مثلا كيف لونسينيمون ولا حاجه يمشي للسوسيتي مش بالماستير نتاعه والا يبدا دكتوران، خاطر فما بعد كده الاسيستانا هي راتها مش واحد يكمل الدكتوراه نتاعه في اربع سنين ولا حاجه معناتها يلزم يقري اوتوماتيكمون يدخل مترس خاطر يلزم كوكور اسيستانا باش يدخل مترس. دونك تلقى ساعات ان دكتور انت يبدا معناتها شومور. قانون الشغل اللي حاطينه بالكونتا كيما قال لك عندنا فرصه باش نزيدوا النقاط نتاعنا. ما غير كونتا شنو يلزمني؟ يعني يلزمني عمري 60 سنه انا ومعايا وعندي سبع صغار باش نجي نخدم. هذه هي المشكله يا. يعني محتحت كيفاش باش نعايس كي نبدا محتحت؟ مجموعه الطلبه توجهوا نحو وزاره التعليم العالي مطالبين بمقابله السيد منصف بن سالم لبحث سبل جديده وحلول تجعلهم يواصلون دراستهم، خاصه انهم يعتبرون من افضل الطلبه تفوقا. نحب نقابلوا السيد الوزير خاطر قابلنا المستشار قابلنا مستشارين كل ما كانش حلول. قابلنا الوزير باش يطالب لنا بحقوقنا يا اخي ما شفنا شيء منهم، ومشكل الوزير هذا الوزراء الكل كيف كيف. بالنسبه للكونترا تو تدخل في فما كونكور تكنولوج تدخل فيه نقاط نتاع احنا تو مش نحيونا لي كونترا ما عادش ولي عندنا خبره الور معناتها امبوسيبل كان مش تنجح فيه كونكور تكنولوج. فهمت عليه؟ حتى الاسيستانا في اي حكايه يلزم عندك خبره باش تنجح في لي كونكور هذوما. تو احنا نحاولنا لي كونترا معناتها فماش خبره معناتها ما احناش ننجحوا فيهم لي كونكور. تحدث رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض مع مجموعة قطر الخيرية التي أكدت حرصها على دعم تونس في بعث عديد المشاريع التنموية بالجهات الداخلية. عبد المجيد الغندور ملاك بن عبيد. استقبل رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض مجموعة قطر الخيرية التي أكدت بدورها على دعمها لتونس بمجموعة من المشاريع التنموية بالجهات والمتمثلة أساسا في الصحة والتعليم والبنية التحتية من خلال المسالك الفلاحية وتحسين السكن الاجتماعي تحت مسمى ديمومة العمل المستقبلي. هذا برنامج دعم اسمه ديمومة العمل للمستقبل، وركزنا على ديمومة وعمل ومستقبل. احنا اهتمينا بمجال التعليم ومجال الصحة ومجال اللي هو المسالك الفلاحية وترقية السكن الاجتماعي وتوفير المياه حفر الآبار مياه وكذلك أيضا التعاونيات. يمكن لو نتكلم بشكل أكبر على مثلا التعاونيات هذه سوف نقوم بإنشاء 500 تعاونية تهتم بخلق فرص عمل في مجال الزراعة وفي مجال تربية الماشية وفي مجال الصيد البحري، وكلها احتياجات موجودة عند كثير من المناطق اللي تعاني من فقر وتعاني من تهميش، اللي حيستفيد منها الشعب التونسي، اللي حيستفيد منها الفئات الضعيفة والمحرومة، وهذه نعتقد أن احنا نساهم معهم بخلق فرص تنموية وبخلق فرص عمل ما كانت يعني لهذه المناطق متاحة في السابق، وكذلك يكون عندنا مشاركة مجتمعية بحيث أن أيضا في هذه التدخلات حيكون معنا الجمعيات الخيرية التونسية. أجلت المحكمة الابتدائية بمنوبة اليوم التصريح بالحكم في قضية عميد كلية الآداب لحبيب الكزدغلي إلى الثاني من شهر مايو المقبل. الجدير بالذكر أن الأستاذ الكزدغلي يواجه تهمة الاعتداء بالعنف على طالبتين منقبتين. إلى الأخبار العالمية، حيث وقع انفجار ضخم في مصنع للأسمدة قرب مدينة واكو بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة الأمريكية مخلفا قرابة الخمسة عشر قتيلا وأكثر من 150 جريحا. ريم زغدود بوعبيدي. أعلنت الشرطة بولاية تكساس الأمريكية مقتل ما بين 5 أشخاص و15 شخصا وإصابة 160 آخرين بانفجار وقع فجر اليوم في مصنع للأسمدة في بلدة وست بالولاية. وتتعامل السلطات المحلية مع موقع الحادث على أنه موقع جريمة، لكن لم يتم العثور على دليل عمل تخريبي. يأتي هذا الانفجار بعد يومين من انفجاري بوسطن، كما أن المحققين حددوا هوية أحد المشتبه فيهم بضلوعهم في
تفجير بوسطن، فيما أعلنت السلطات الأمريكية توقيف مشتبه فيه من ولاية ميسيسيبي في قضية الرسائل الملوثة بسم الرايسن. وكان مكتب التحقيقات الاتحادي قال إنه اكتشف رسالة موجهة إلى الرئيس باراك أوباما تحتوي على هذه المادة. أمرت محكمة باكستانية اليوم باعتقال الرئيس السابق برويز مشرف على خلفية قضية القضاة في عهده، وسط أنباء عن هروبه من قاعدة المحكمة قبل أن تتمكن الشرطة من اعتقاله. وكان مشرف قد حضر إلى المحكمة لتمديد فترة الإفراج عنه في قضية القضاة التي تنتهي اليوم. يشار إلى أن مشرف عاد من منفاه الطوعي إلى البلاد الشهر الماضي أملا بالمشاركة في الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 11 من مايو المقبل، رغم إمكانية اعتقاله قاله بتهم عديدة وتهديدات بالقتل من حركة طالبان باكستان. شن الطيران الحربي السوري غارتين جويتين صباح اليوم على محيط الفرقة 17 بريف محافظة الرقة ومناطق أخرى في ريف دمشق، وسط اشتباكات مستمرة في مناطق مختلفة مع سيطرة الجيش الحر على مطار الضبعة بريف حمص. وتحدثت شبكة شام عن قصف عنيف من الطيران الحربي على محيط الفرقة 17 بالرقة، حيث هاجم الجيش الحر رتلا عسكريا في بلدة عين عيسى بمحافظة الرقة. بهذه الجولة العالمية نأتي إلى نهاية نشرتنا، وإليكم التذكير بالعناوين. في الذكرى 57 لانبعاث قوات الأمن الوطني، وزير الداخلية يقر إرساء قوانين جديدة للارتقاء بالمنظومة الأمنية. مؤتمر استثنائي للاتحاد العام للفلاحين الزراعيين العرب. عالمياً عشرات الجرحى وقتلى في انفجار تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. إلى أن نلقاكم في مواعيد إخبارية لاحقة، لكم منا أجمل التحيات.